أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبو المنتخب الوطني وحصولهم على بطولة كأس الخليج العربي 24، منوها بأن هذا الإنجاز المشرف هو مبعث فخر لكافة أبناء البحرين، مشيرا سموه إلى الدور الذي قام به اللاعبون والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي عكس مكانة الرياضة البحرينية وما وصلت إليه من مستويات مميزة على كافة الأصعدة في ظل الدعم والرعاية الذي تحظى به من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدور الكبير لحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. كما نوه سموه بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الشباب والرياضة وما يحظى به من دعم ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبالجهود الحثيثة التي يبذلها سموه في النهوض بالرياضة البحرينية والذي تكلل بهذا الفوز الذي نفخر به جميعا. وثمن سموه الجهود الكبيرة للاتحاد البحريني برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائب الرئيس سعادة الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة وما بذله من أجل تحقيق هذا الإنجاز الغالي للمملكة، مشيرا إلى استحقاق لاعبي المنتخب الوطني الفوز بلقب البطولة عن جدارة من خلال ما قدموه من مهارة وانضباط وروح قتالية في المباراة النهائية وكافة مباريات هذه البطولة، وهو ما عكس حجم الإمكانيات الفنية والمستوى المتميز الذي يتمتع به لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري.